أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازغ. في هذه الحلقة بنجيب زي ما عودناكم انطلاقا من جبل نفوسة جذر رباعي موجود تقريبا في كل التنوعات الأمازيغية، وهو جذر يا ديار يا غيال يدرغل أو أدرغل عفوا درغل، واللي يدور معناه حول الحجب، الإخفاء، الظلمة، العمى. هذا اللفظ قبل ما ندخل فيه في الحقيقة نبي ننبه بس، وكما فعلت من قبل، أن اللغة الأمازيغية تعتمد نظام الاشتقاق، تأخذ الكلمة جذرها وتشتق منها وتعود للجذور لنحت كلمات جديدة، لكنها تتميز كذلك بخاصية أخرى، وهذه تكلمنا عليها كذلك ولكن مش مشكلة نعود نتكلم عليها، وهي خاصية الصوابق واللواحق suffix و prefix، بحيث تضاف سابقة تحدث تغيير في الكلمة في معناها الأصلي وتحولها لمعنى سلبي كما هو الحال هنا في كلمة أدرغال، أو تصغرها بإضافة تاء للمذكر في أولها، أو تنسبها بالسابقة تين منو إلى آخره، أو تكبرها وتضخمها بالسابقة أبركوس إلى آخره. نلاحظ هنا في هذه الحياة آدر وآضر تدخل للكلمة وتجعل منها حالة سلبية، وهي غالبا تصاحب الأمراض أدرغال ولا أضرغال. فمثلا نجدها في أضردور بمعنى الأصم، ونجدها في أضرموس الثرثار، وأضران مرض الصرع، وأضرمك اللي هو الشلمة في الأذن، وأصادر اللي هي الروماتيزم، أدرناق الشامة اللي هو التشوه في الجلد في اللون ذاك، أضرق اللي هو الحيوان من الزواحف، الزواحف من الحيوانات عموما، تطلق كذلك على فكرة على الشخص بدون الفاقد للأعضاء، فاقدهم يعني مقطوعات، مش الشلل فقط، فاقدهم يعني مقطوعات منها. لعلنا نأتي على كل منها هذه الألفاظ في المستقبل بالتفصيل طبعا. اللي همنا هنا هي أضرغال وأدرغال، أصلها ربما يعود لأضر وغال بمعنى فاقد البصر، غال اللي هي قال اسمه قل، فاقد النظر. مهما يكن أصل اللفظ، اللي همنا هو ما وصل إليه اليوم وكيفية استعماله واشتقاقه في حالتنا اليوم. ففي جبل نفوسة الكلمة فقدت معناها نهائيا واستبدلت بالبصير، أي كلمة عربية بصير بمعنى الأعمى، تطلق ظاهرة القلب اللغوي تكلمنا عليها، وهي ظاهرة تستحق التمعن طبعا، ظاهرة قلب المعاني. فنقول مثلا بصير بدل أعمى، نقول براد بدل من سخان وغيرها، المهم هذا مش موضوعنا. إذن ظل الاسم في جبل نفوسة مستعمل في اسم عائلة أدرغال، الدراغلة في جادو، ويوجد كذلك في زوارة اسم سمك وهذا بنجو عليه، وكذلك اسم الأفعى، نوع من الأفعية. إذن استبدلت كلمة أدرغال في الأمازيغية الليبية في جبل نفوسة بمعنى البصير، ومع هذا زي ما قلنا اسم العائلة اللي باقي كما هو، ولا نجدها سوى في المعجم الألفاظ القديمة في يفرن، حتى وقت قريب كانت تستخدم كلمة أدرغال بمعنى الأعمى، وهذا الكتاب منشور في منشورات مؤسسة المفردات أمازيغية قديمة موجود في موقع توالد. وزي ما نبدو في كل حلقة نبو نجيب أمازيغ الجنوب واستعمالهم لهذا الجدر. تستعمل أدرغال كفعل، وهي حقيقة على غير العادة في الأسماء المركبة، فيقولون درغل أي حجبة أي أخفى عند الهجار، والعمى عندهم تدرغلت وتدرغلين، وهي نفسها طبعا نجدها في غدامس درغل بمعنى عمية، وفي ورقلة ومصاب أدرغال تجمع على إدرغال بمعنى الأعمى والعميان، كما نجدها طبعا في الأطلس المتوسط في الجنوب الشرقي في المغرب، نجدها في تشلحيت بنفس المعنى وبنفس الصورة أدرغال وتجمع على إدرغال، وكما هو طبعا الحال في تقبيليت تريفيت الأوراس، كما نجدها في نفس اللفظ كذلك وهو على غير على فكرة بدون أي تحوير عند أمازيغ موريتانيا اللي هم زناقة، وهي مش من عادتهم عدم التحوير.
إذن الكلمة نفسها تستعمل كفعل عند مضارب ورجلة، وكما هو الحال طبعا في تاق بعيدية وتاش الهيد سدرغل، أي يسدرغل بمعنى أصبح أعمى، أو كذلك بالمعنى المعنوي غاب عنه الشيء أي فاته الأمر يسدرغل، وغافل عنه يسدرغل. ونجد في الهجار مرة أخرى سدرغل أي احجب الأمر وأخفيه، بل نجدهم يقولون سدرغل ولا إيسدرغل أي أصبح ضالا، ضل عن الطريق أي اشتد ضلاله، تاه حاز عن الطريق. وانتقل هذا المعنى ليعنوا به الإنسان الكافر غير المسلم إيسدرغل. وتطلق كذلك، وهذا غريب كذلك، عن الشخص الغير مختون، لربما يعني ظنهم أن الختان يختص به المسلمين، إذن الشخص الغير مختون يسمى كذلك تيدرغلت أو تيدغللت اللامرة، وكلامهما تعني الشخص الغير مختون زي ما قلنا، اللي هو يسمى بالعربية الفصحى أظن الغرل. ومن ضمن معنى الضلالة نجد الظلمة الصحيقة، الظلمة تسمى تلس طبعا، لكن عندما تكون شديدة تسمى تدرغلت، وبها تسمى الهوة الساحقة من الوادي وغيرها ترس تدرغلت والبئر، وكمان كما هو الحال عند طبعا أهالي أمزاب يستخدمون هذا المعنى. بعض التنوعات الأمازيغية تستعملها بمعنى الأعور، وهو في نفسه طبعا الأحول يسمى الزروار، ولكن كذلك يسمى به الأعور، وهذا نجده عند مجموعة من التنوعات الأمازيغية، ونجده كذلك محور أو لنا للتحوير عند أمازيغ زناقة يقولوا تدرغوجت بمعنى العور، نجدها كذلك في أوجلة في ليبيا بمعنى الأعور كذلك. نجد هذه اللفظة أدرغال ولا إيدرغل تستعمل في معاني أخرى بعيدة عن هذا اللفظ، لأول وهلة تبدو بعيدة، يعني مثلا الشخص الذي تشوق وتلهف للشيء، تلهف للأحباب وإلى آخره، حد العمى، وهذا عند الشعراء خصوصا يقولون إيدرغلت. وكذلك تنطق اللفظة أو تنتقل اللفظة بمعنى الشخص لما يأكل بشره، بعد جوع يأكل بشره يدرغلت، هذا نجده في الجنوب الشرقي للمغرب. وكذلك يقال للشخص الذي لا يشوف يعني حبهم للمهن اليدوية وحبهم وتشجيعهم لها، يقال للشخص الذي لا ليس لديه مهنة أو حرفة يدوية يسمى أدرغال. وكذلك يسمى الشخص التافه الذي ليس له قيمة عند أهله وأقاربه أدرغال. وتقال في زوارة كذلك في ليبيا عن الشخص الذي أضاع الطريق وتاه، سواء ماديا أو معنويا الدرغل، وهي على فكرة نادرة الاستعمال اليوم الدرغل، بل يقال كذلك في تشلحيت إيس الدرغل أي أصابه الشده. طيب شن هو الشده؟ هو الصدمة، لما تشوف حاجة تصدمك ما عادش تقدر تتكلم، تسوس ميد بهرة زي ما يقولوا في تشلحيت، إيس الدرغل أصابه الشده ولا يستطيع حتى أن يتكلم من كثرة الصدمة. ونجد أسماء بعض الحيوانات زي ما ذكرنا في المقدمة مثل الأفعى أم القرون تدرغلت، وهي تختبي تحت التراب، هل هي طبعا للاختفاء، هذا الفعل الاختفاء تسمى بهذا الاسم. يقال كذلك من نوع من أفاعي البحر اللي هي تستخدم المجسات، الحساسات هادو، وليس لديها عيون، وهي تسكن في الظلمة في قاع البحار، تسمى إفيغر أدرغال. في البحر، بما نتحدث عن البحر، نجد من غرائب الأمور أن أدرغال يسمى به نوع من السمك حاد البصر، ينظر يعني حاد البصر يشوف بكثرة وبدقة، يسمى أدرغال وتدرغالي، تدرغالت وتدرغالين، اللي هو البلو فيش يسمى بالإنجليزية، نوع من سمك البوري، وهو يتفادى شباك الصيادين بشكل رهيب جدا، لا يصعب الإمساك به. شوفوا كيف انتقل المعنى للمعنى المضاد.
وهذا تكلمنا عليه في عدة مناسبات من قبل انتقال معنى معنى مضاد. نجد كذلك في العامية الليبية يقولوا درج أي خبئ الشيء، هل هي من نفس الجذر الجاء انتقلت من الغاء؟ الله أعلم. إذا تلميرتنون ونتكلموا في حلقة جديدة خلاف الحلقة هذه عن العلمة والظلمة والضلالة وإلى آخره، حنتكلم ربما عن النور في الحلقة الجاية. غير هيك باختصار شديد الحلقة كلها جاءت من لفظ درغل، الجذر درغل اللي هو ربما يكون جذر مركب كما ذكرنا في المقدمة وهو الغالب والأرجح، وانتقل هذا إلى ألفاظ كثيرة، بدأ بدءا بالفعل يدرغل بمعنى أخفى وخبى، ثم الظلمة، ثم الضلالة، ثم الإنسان الكافر، ثم الإنسان غير مختون، ثم نوع من الحيوانات، وكل كل كل تدور على معنى العمى. تنميرتنون إلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرتنون.